وصلنا لمحطتنا الأخيرة. المحطة الأخيرة كتير مهمة سلبا، وكتير من الأمهات يمكن بتواجهون هي الصعوبة، كيف بيتعاملوا مع الطفل بمرحلة النطق، وشو هي الصعوبات اللي ممكن تواجهه؟ لفظ الأحرف بطريقة أوقات ما صح ممكن نتعامل معه بطريقتين، ممكن إما نضحك ونستخدم أسلوب، يمكن نضحك على هذه الطريقة وأسلوب ساخر يكون، وإما نحاول جهدنا أنه نساعد الطفل مع اختصاصي طبعا لحتى يجتاز هي المرحلة ويحكي بطريقة صحيحة وسليمة. رح نحكي عن هالموضوع بالتفصيل مع ولاء الحسن، اختصاصية بتقويم الكلام وعلاج النطق. صباح الخير. صباح النور. صباحكم. يسعد صباحك. وصباحك. اهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش ونحكي بالبداية، ايمت هو السن الطبيعي اللي بلش الطفل يحكي فيه الاحرف او ينطق الاحرف، لحتى نحن نقول بهذا الوقت رح نبلش نراقب صح النطق ولا غلط؟ تمام. هلا بالبدايه اليوم نحن بنحكي عن النطق، فبنحكي نحن على اول مراحل تطور النطق اللي هي بتبلش فعليا من مرحله الولاده وهو عمره اشهر. فالطفل ببلش بيعمل بنسميهم هدول نحن التصويت الفطري، يعني هو ببلش بيطلع الاصوات بطريقه اول شيء ليتواصل فيها ليعبر عن احتياجاته، وهون تبلش بقى بتنطلق هي الاصوات لتتطور اكثر وتتحول لاصوات كلاميه. فعليا اليوم الطفل لما بيكتسب الصوت هو مثل ما قلت لك له مراحل، من المناغات لنوصل لعمر السنه بلشت هي الاصوات تتطور للبقبقة ومرحله اللعب بالقناه الصوتيه. هي نحن مرحله مهمه نحن لنعرف اذا الطفل فعلا عم تتطور هي الاصوات لبالاخر تكتسب الشكل يلي هو شكل اصوات الكلام. لانه اذا بدنا نحكي اليوم شو هو الصوت او شو هو النطق، هو عباره عن هواء، تمام، بيطلع الحكي عن طريق الزفير. فلما بتطلع هذا الهواء بده يلتقى بالنواطق يلي هو موجود مثلا مثل لسان اعضاء النطق كلياتها الشفاه، هون لما بيجي هون حركه الهواء بتعيقها هي الاعضاء النطق، هون بتطلع الاصوات وبتتحول هذا الصوت لصوت كلامي. يعني لما بنقول اليوم على صوت مثلا صوت اللا، هو مجرد يعني هواء عم يطلع بالزفير، لما بيرتفع اللسان لسقف الحلق شو عمل؟ عمل اعاقه لتيار الهواء فشكل عنا صوت هو صوت اللا. فهذا كلياته هو تطوير الأصوات الكلامية. الطفل فعليا هو ببلش بيتشكل عنده الأصوات بمرحلة 6 شهور، ببلش يطلع عنده مقاطع صوتية بابا ماما دادا، ببلشوا عم يتطوروا لحتى يتحولوا لأصوات كلمات وظيفية بيستخدمها وبيقصد فيها مثل أبوه أو أمه، ببلش بيستخدمهم. يعني بطلت هي مقطع صوتي ما له قيمة، صار بالعكس كمان موظف. بعد هيك بنشوف على السنة بلشت تتطور هاي الكلمات لحتى بلش يعبر عن احتياجاته نيني بو، حتى تتطور للسنة ونص للسنتين. بس دائما نحن هون بنركز على انه فهم الطفل للكلام هو بيسبق مرحلة الانتاج، وهذا الفرق بينه وبين لما نحكي نحن اليوم عن اضطراب نطقي واضطراب لغوي. الاضطراب النطقي هو بيكون عنا خلل بإنتاج الأصوات لحتى تتشكل بطريقة صح، وهي تكون مرحلة أحيانا طبيعية لعمر 3 سنين ونص 4، هي مرحلة طبيعية لأنه هي المرحلة هون الأصوات كلها عم تتشكل عند الطفل وبدها قدرة حركية قوية. فهو ممكن بالفترة الأولى يكون عم طريقة إنتاجه للأصوات فيها خلل أكيد، لأنه هي مرحلة تعليم الأصوات. المرحلة اللي بيكون عنا مشاكل بالاضطراب اللغوي هي مرحلة ثانية بعيدة عن النطق، هي بيكون عنده خلل بإنتاج الكلام أو استيعابه. فمشان هيك نحن بنركز بالمراحل الأولى على فهم الطفل للكلام، وحتى لما بنصحح اليوم الأصوات عند الأطفال المفروض يكون عندهم نموذج صح. لما نحن نحس في عندنا مشكلة بالنطق نحن نعطي الكلمة بالطريقة الصحيحة لهو حتى يخزنها، لحتى يعني نبعد عن مشاكل سواء كانت نطق أو لغة. تمام. ولا دائما بنسمع انه الام اللي بتحكي مع ابنها كثير وبتتناقش معه، حتى في حال هو ما قادر ينتج جمل او حتى كلمات، هو الطفل قادر على النطق بوقت ابكر من باقي الاطفال، هي المعلومه صح او لا؟ لانه طبعا هي صحيحه بالنسبه اليوم للطفل، كل ما نحن اعطيناه مخزون لغوي عالي كل ما انتج هو لقدام اكثر. فحتى الجمله بتصير عنده، اذا بنقارن بين طفل كثير بيسمع كلمات وبيخزن كلمات وبين طفل ممكن الام ما كثير تقعد معه، فبنشوف انه هذا الطفل يعني مستواه كنطق اعلى حتى بتكوين الجمله وبمكونات الجمله وحتى باستخدامها. يعني اليوم نحن كم نحكي على اللغه هي لها 5 مكونات، الفيلم اللي بيهمنا هو اكثر شيء المكون اللي هو اخر شيء بنوصل له المكون الاجتماعي، انه اللغه الاجتماعية هو كيف يستخدمها. كل ما كانت الام عندها قدره على انه تقعد مع الطفل وتحكي معه، يعني يوم شفت كثير امهات قبل ما تروح مشوار بتخزن للولد انه نحن هلا بدنا نروح لعند مثلا لهذا المكان، بدنا نعمل هيك، بدنا نشتري هذا الغرض، نحن لازمنا هيك. فهي شو عم تعمل؟ هي عم تطور من المخزون، ومثل ما قلنا مرحله انه يفهم الكلام هي اهم من مرحله انه ينتج، وهون الاساس طبعا كثير مهمه هي المرحله. اكيد.
طيب خلينا نحكي شوي اليوم عن طريقة، خليني أقول، تعليم الطفل النطق. كثير سيدات بيعتمدوا على الأحرف، تنغيم الأحرف. اليوم قد ايه مهم يكون تعليم النطق بشكل صحيح؟ يعني ممكن حتى الأم تتعلم طرق بسيطة صارت موجودة لحتى كمان تعلم هي بشكل صح. تمام، كثير بيجوا اهالي انه عندهم شكوى انه نحن عندنا مشكله بطريقه لفظ الطفل للحرف، وهو نحن بنسميه الصوت، انه ما عم يعرف يقوله بالطريقه الصحيحه، ونحن ما بدنا نلجا كثير لاخصائي النطق لانه نحن ما شايفين هي المشكله الكبيره، ولكن انا خايفه انه تتطور معه وتصير مشكله ترافقه وما عاد احسن تسيطر على الموضوع. هلا بالبدايه بنرجع بنقول نحن في مراحل بالنسبه لكل طفل لاكتساب الاصوات، عندنا اصوات بتكون مبكره باكتسابها، بتكون هي من عمر تقريبا السنه للعمر 3 سنوات، هدول بيكون في اصوات كثير الطفل بيخزنها وبيبلش بينطقها، وعندنا اصوات بتكون بمرحله متوسطه وبمرحله متاخره. تمام، هلا كل صوت مثل ما قلنا لازم نعرف خصوصيه انه مثلا هذا العمر، يعني مو معقول ام تجي عندها ولد مثلا عمره 3 سنين وتقول بدي اياه ينطق صوت الراء، هذا صوت يعني اخر شيء تقريبا بنكتسبه لانه هو صوت يعتبر ل6 سنين هو صوت صعب، يعني بنعطيه ل6 سنين انه ليكتسب عند الطفل. اغلب الاطفال يمكن بينطقوه لام. تمام، لانه هو تمام بدلوا على اللي لحتى يخففوا من صعوبته، هو بيحتاج صوت الراء هو صوت تكراري، فهو بيحتاج لقدره وكفاءه عاليه بالنسبه لعضله اللسان، فنحن بنعطيه وقته. تمام، فبس لما بنقول مثلا طفل عنده مشاكل ببعض الاصوات مثل ما قلنا، انا بفضل الام اول شيء تفتح على النت، هلا اليوم موجود كل هذه المعلومات، انه تعرف هذا مثلا الصوت اللي عم تستهدفه، مثلا خلينا نقول على صوت الكا. تمام، في معظم الاطفال اليوم بنشوفهم ببدلوا كلمه صوت الكابي بالتا مثل كاسه تاسه. تمام، بنشوف انه هذا الصوت بيناسب هذا العمر، يعني انا اتدخل فيه. تمام، انه انا مثلا ضمن العمر اللي مطلوب انه انا يكون عم يخزنه الولد صح، اذا كان فبنبلش فيه. تمام، لازم الام هون بالبدايه تعمل له ابراز سمعي، اهم شيء بهي المرحله نعمل وعي فونولوجي صوتي للحرف اللي عم يتعلمه الطفل، يعني لما هو عم يقول كاسه انه انت بدك كاسه، فهمت عليك؟ ما تفرض عليه انه دغري من بدايه التعليم انه هو يقولها، لانه صعب يخزن لسه الحرف بطريقه جديده، فالمفروض تعمل له ابراز سمعي اكثر من مره، نعمل الوعي الصوتي له. هلا المهم واللي كثير واضح بالنسبه اليومنا حتى نعرف نعلم كل الاصوات الكلاميه، لازم الام تكون عندها تكنيكات، هي التكنيكات هي تعتمد على اول شيء الشيء البصري، يعني تحاول تكون قدامه هي النموذج، هذا نحن بنسميه الموديلينج، انه هي تقعد قدامه يكون في مرايه تخليه يشوف كيف طريقه نطق الصوت. تمام، هي اول وحده، اي صوت بدنا نعلمه لازم يكون في قدامنا نموذج صح وفي مرايه يستخدمها للطفل يشوف حاله. الشغله الثانيه انه يكون عندنا التمييز مثل ما قلنا السمع، يعني تعطي الصوت بطريقه نطق صح، لا تعلي الصوت ولا توطي، لانه كمان هذا له طاقه وهواء معين لازم يسمعه الطفل بتردد صح. والشغله الثالثه نعتمد شيء اسمه المنهج اللمسي، اليوم في اصوات شفويه مثلا مثل البه والما، هي مرئيه بيحسن الطفل يشوفها على المرايه ويقلد حركه الشفايف، بس الاصوات مثل صوت الكا هذا صوت يعني هو من وراء بينتج، فصعب، وهذا بنسميه الصوت الطبقي، صعب انه الطفل يعرف مرئيا يشوفه، فلازم نتبع الاسلوب المنهج اللمسي، يعني انا لما اقول له للطفل انه صوت كا هو عم يطلع من هون هو ما انه صوت تا. تمام، فالمفروض انه هو يميز انه هذا الصوت اللي عم يبدله هو كان صوت خلفي عم يعمله صوت امامي، فهي ممكن تكنيكات معينه، ممكن الام هون مثل صوت الكا عم يبدله، فممكن هي تحط خافض لسان او تخليه يحط ايده بمكان انتاج الصوت لحتى اللسان ما يرتفع على سقف الحلق وينتجه التا، فهو بلش يميز انه معناتها الصوت عم يطلع من الخلف مو من الامام. هون نحن بيهمنا انه نحن نعمل توعيه لطريقه انتاج الصوت، فدائما لازم نعرف باي صوت عم نعلمه للطفل مكان والطريقه. مثل كمان خليني اقول مثال على صوت الزق. تمام، هذا الصوت الصوت الزال، يعني هو الطفل او زي هو بيشوهه او بيغير فيه لحتى يستسهل طريقه نطقه، فممكن نشوف الاطفال مثلا مثل كلمه زرافه بيحولها لسلافه. تمام، هون شو عم يعمل؟ هي تقريبا بتنتج من نفس المكان وبنفس الطريقه، ولكن الاختلاف عم يكون انه هذا صوت مهموس وهذا صوت مجهور. مجرد نحن الصوت المهموس هو بدون حركه اهتزاز الاحبال الصوتيه، اما الصوت المجهور في حركه اهتزاز الاحبال الصوتيه. لما نحن نعلم الطفل انه شو صفات هذا الصوت ونعلمه كيف تصير هي الانتاج، وهذا اسمه وعي فونولوجي، فالطفل قادر انه هو يبلش يميز طريقه انتاج هذا الصوت. اكيد، وفي كمان هون شغله يعني عن هي الاحرف بالذات اللي حكيتي عنها، الاحرف اللثويه بالعموم. تمام، او حتى الاحرف اللي نحن ما بننطقها بحياتنا العاميه. تمام، يعني مثلا
قال كثير قليل لنستخدم القاف بالحياه العاميه والظ والث، يعني حتى اللي بيكون اسمه ثناء نحن بنادي لهم ثناء تمام. يعني ما بنلفظها بالحياه العاميه. قد ايه بيكون في صعوبه بتعلم هي الاحرف عند الاطفال، وبتنصحي انه الاهل يعتمدوا معاهم الاحرف اللثويه من بكير يعلموها للاطفال؟ هلا طبيعي نحن بالنسبه لنا اليوم لما نحن ما نسمع هذا الحرف فما بيتخزن، فالطفل ليش لازم دائما نعمل له ابراز سمعي للاصوات لحتى يحسن يخزنها بالعمر المناسب؟ دائما عمر التخزين هو قبل الخمس سنوات عمر اكتساب الاصوات. ففعلا مثل ما بنشوف مثلا مثل الاصوات هي قليل نحن اللي نستخدمها بالحياه، فصعب. هذا بسميه يعني كنظام الفونولوجي الصوتي ما تواجد عنده. لما بنيجي بنعمل تقييم للاصوات بنشوف بعض الاصوات هو الطفل ما بينطقها، ليش؟ لانه هو ما سمعها فما تعرض له، تمام؟ فما تخزنت. واليوم لما بتخزن الصوت شو بيعمل؟ الدماغ بيرسم تخطيط حركي لنطق هذا الصوت، فكثر التدريب بيخلي بدون ما انا افكر يصير لحاله انتاج الصوت تلقائي ولا ارادي. فلما نحن بنتعرض لصوت جديد فبتلاقي في صعوبه عند الطفل انه ينتجه ويحكي، فبنحتاج هون التدريبات. وهذا اهميه انه نحن بنحكي عن جلسات النطق. جلسه النطق هي عباره عن ممارسات وتكنيكات بيستخدمها الطفل، بيستخدمها المعالج لحتى الطفل يعرف مثلا كيف نحن هذا نطق الصوت، حتى لو كان عم يتخزن جديد، انه برفع لساني بعطي هالقد من الهواء، بعطيه مثلا صفه الهمس او صفه الجهر. هون شو بيصير؟ الدماغ رسم تخطيط حركي لنطق الصوت، فصار عنده بطريقه عفويه بينتج الصوت. وهذا اخر مرحله احنا بنوصل لها بتقييم الصوت، انه يا ترى صار عنده انتاج عفوي للصوت بدون ما اعطي نموذج قدامه او بدون ما اعطي ايحاءات لكيف طريقه انتاج الصوت. وهون بنعرف انه الصوت تقريبا بلشنا بمرحله العلاج. يعني يعني ولا كثير من التفاصيل لازم تكون الام مهتمه فيها بشكل خاص وبالبدايه، وما تتعامل مع الموضوع اول شيء لا بحديه وثاني شيء لا بطريقه تمام. مضحكه وتستسهل الموضوع. أكيد. كل الشكر لك ولا، واكيد بنكمل بحلقات جايه. شكرا لكم. شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك.